وسيتشرف بتقديمها لها السيد يوسف المرابط. يكرم صور توفيق إن شاء الله. الرتبة الثانية عادت إلى التلميذة منى الحداد وستتشرف بتقديمها لها جيش القنطرة. الرتبة الثانية عادت إلى التلميذة منى الحداد بتقديمها لها جيش القنطرة وستتشرف بتقديمه له حسن حسين متوكل. التعليم الأولي المستوى الثاني. الرتبة الأولى عادت إلى التلميذة جيهان شابو وسيتقدم لها بتقديمها محمد حسن.